راجي فيه عبد الواحد رئيس جمعيه الوفاق للفضاء التجاري المهني بالمدينه العتيقه. بالنسبه للعواشر هادو اللي تنقولوا حنايا بمناسبه حلول عيد الفطر، كاين واحد الاقبال شي شويه ولكن ماشي كيما موالفين. كاين واحد الاقبال ولكن ماشي كيما موالفين، لان المغاربه عامه راه تاثروا بالجائحه نتاع الكوفيد 19، وما كاين حتى الرواج الاقتصادي ماشي كيما موالفين حنايا. هابط تقريبا بواحد 60 ولا 70 ولا 80% باش هابط. واخا كاع يبان لك السوق عامر وداك الشيء، ما كاينش زعما رواج اليوم مولفينو في هذه المناسبات هذه. طلنا ديما من المنبر هذه بالنسبه للمغاربه، راه في هذه المناسبه راه تيجيو تيجيو داك الزي التقليدي، ولكن ماشي بحال الاعوام اللي فاتوا. من العام الاول ما خدمناش، وهذا العام راه كاين واحد الركود. واخا كاع يبان لك السوق هكا راه كاين الركود، ما كاينش البيع والشراء، الزحام كاين ولكن البيع والشراء اللي مولفين راه ما كاينش. معكم هشام مسؤول في محل تجاري في السوق باب فتوح، الصناعه التقليديه. مبارك عواشركم ويزعلنا هذه الجائحه هذه حنا وخوتنا المسلمين كافه اجمعين. ثاني حاجه اخويا، حنا غادي نهضروا معك بدون نفاق اجتماعي. الصراحه الله هو انه هذه السنه اللي كندوزوا فيها حنا فهي سنه واحد شويه عصيبه، هي مختلفه على السنوات كلهم اللي دوزنا. شي ديك العام فاش كنا قاعدين كوميم كنا باقي عندنا شويه تاع الفلوس مخبينهم وتنقجبوهم. هذه السنه اخويا الغلب الله، الناس ما عندهاش، والناس اخويا الوقت شاد حق الله، الناس اخويا ما بقاش عندها دوك لي مويان باش كتشري. كاين شويه، ماشي ما غاديش نقولوا كاع والو نكرو نعمه الله لا، ولكن كاين واحد شويه اخويا، كاين غير واحد شوي بحال تنقول واحد الشمعه اللي مضويه علينا، وحنا الله وشكرنا بها على كل حال، ونتمنوا من الله تعالى يهزلنا هذا الوباء. وبالنسبه للاسواق ها هي راه كتشوفها في هذا الاسبوع الاخير كاين شويه الاقبال، الناس كتجي ولكن الناس ما عندهاش الفلوس، الناس ما عندهاش لي مويان، كاين الناس الله يحسن العوا اللي ما خدماش. وحنا نيت منهم، حنا موالفين في هذه السنه، هذه تلقانا خدامين من المزيان، تلقى الكبير والصغير راشد كل شيء عنده، ولكن هذا العام هذا الغلب الله قضية اخويا ما كاين فيها شي حاجه، وحمدنا الله وشكرنا على كل حال. بالنسبه للحاله الاجتماعيه راه اثرت على عباد الله، اثرت على القدره الشرائيه، القدره الشرائيه الناس بغاو يشريو، بغاو يتبرعوا، بغاو يفرحوا بالعيد، ولكن راه الجيب شويه متقوم، هذا هو الاشكال. حنا كبيع وشرائيه كنلقاو لقينا مشكل في القدره الشرائيه، الناس بغات ولكن القدره ضعيفه شي شويه، هذا هو اللي كاين. العواشر الناس بيفرحوا وبغاو يكسروا ذاك الروتين ديال الحجر، ولكن في حدود المؤهلات وفي حدود ذاك الشيء اللي قدروا عليه. هذا الشيء الناس راه كلفوا على ريوسهم باش يخلقوا الفرحه، هذا الشيء اللي داروا. خويا الاقبال شي شويه ناقص، قضيه عيانه شي شويه، الناس ما فعلهاش. اغلبيه دابا مال كيدي جلابه ب 500 درهم 450، القضيه دابا القضيه تهضر معاك في 200 درهم 150 درهم، القضيه شويه ميته. الله يشوف من الحالات كورونا، راه القضيه مسدوده، وكنت قلنا المطارات وسميتو راه القضيه ما تحركش شويه. حنت مراكش راه هو السياحه، لا ما كانت السياحه راه ما كاين والو اخويا. والاقبال كاين ولكن اش بنقول لك، القضيه الناس ما فحالهاش، الناس ما فحالها والو. الناس كيجي كي مرف كيدي تجلبه بواحد الثمن، والمدخول ما كاينش باش يشري، ما كاينش باش يشري. بنادم القضيه تيدخل هنا ويخرج هنا، ويدخل المحل الاخر ويسول هنا ويسول هنا، وما كاين شيء. القدره الشرائيه ما كاين والو، القضيه عيانه. خويا راه الحركه اش بنقول لك، الحركه شويه الحمد لله كاين اقبال على الملابس في هذه العواشر هذه. كما تعرفوا الناس في هذه الظروف هذه اللي تتمر منها البلاد راه ظروف صعيبه، كاينين بعض العائلات راه ما تمكنوش انهم يعيدوا الحمد لله، وكاينين بعض العائلات راه توفقوا، ولكن الله ما تيخلي حتى شي واحد. حنا اليوم جينا عند هذا السيد هذا باش ناخذوا شي حويجات للعيد للوليدات، الحمد لله راه دار معنا ثمن مزيان، الاجواء راه زوينه، والعيد راه هو هذاك، وعيد مبارك سعيد. شكرا بزاف اخوتي، الله يسر.